السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناه تاسيس بدون تعقيد وان شاء الله النهارده فيديو جديد مهم جدا في سلسله الفوركس خلصنا شورت فاولز وخلصنا لونج اي لونج اي لونج او بس في المرحله دي محتاجين نعرف الاصوات المركبه الشهيره جدا عشان ادخلها في وسط الكلمات وفي وسط الشورت فاولز واللونج فاولز تمام الاول الناس اللي بتشوفنا على القناه انضموا لجروب تاسيس بدون تعقيد فيسبوك والناس اللي على الفيسبوك انضموا لقناه تاسيس بدون تعقيد يوتيوب واعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس دوس على الكل علشان توصلك كل الدروس طيب هنبتدي الحروف المركبه باشهر الحروف على الاطلاق اللي هو التي اتش التي اتش وليه إيه يا جماعه ليه نطق اسمه ث ث ث وليه نطق اسمه ذا 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 تمام؟ طيب ايه هي القاعده اللي بنطق فيها الث ث وايه ذا؟ مفيش قاعده الكلمه بعرفها مره واتنين تلاته بتعدي عليا بعرفها ان دي ث او ذا. طيب اول حرف عندي التي اتش هننطقه الاول بنطق ث ث ث زي كلمه انك. الناس اللي متابعه معانا عارفين الشورت ايه ا اه يبقى ثانك 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 اشهر كلمه طبعا ولازم اطلع لساني في التي اتش لو قلت ثانك بالاس معناها يغرق تمام لو لواحد ثانك يو يعني اغرق او روح اغرق او لو قلت له ثانك يو شكرا لك يبقى اول حرف عندي التي اتش -th اسمه ثا ثانك ثانك زي كلمه ثن ثن نحيف ثا ان ثن ث ان ثن هناخد على كل حرف مثالي تمام يبقى ثينك وثن النطق الثاني ذا 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 التي اتش بنطقها ذا ولازم نطلع لساني زي كلمه اشهر كلمه طبعا اللي هي كلمه ذا اللي هي تي اتش ذا اللي هي ال التعريفيه ذا ذا زي كلمه ذي 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 زي كلمه فاذر فاذر مدر براذر تمام آه تاني حرف معانا في حروف مركبة السي اتش السي اتش وبنطقه تشا. تشا 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 من اشهر الحروف تماما لي نط. اسمه تشا تمام زي كلمة تشيبس تشا ابس تشيبس تشيبس تشيبس, تشيبس. تشيبس. تشا ابس شورتي اي تشا ابس تشيبس تشيبس زي كلمة تشيكن chicken 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 هنا بنطقه تشه ليه نطق كمان السي اتش بنطقه بس من غير تش امتى يا مستر لما يجي قبله تي حرف التي لما يجي قبله بيلغي كيتشن مطبخ كيتشن برضو التي بتاعت التي صوت التي لغة التي بتاعت السي الحرف اللي بعد كده معانا حرف اس اتش الاس إتش. الاثنين مع بعض حرف مركب بنطق ش ش زي كلمة شب 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 شا اب شب يعني سفينة زي كلمة شاربنر 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 يعني براية زي كلمة شارك 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 يعني حوت او سمكة قرش عفوا سمكة قرش مش حوت شارك او كلمة حاد معناها شارك يبقى الاس اتش ش شا. ش شا. شارك شب شاربنر الحرف اللي بعد كده معانا البي اتش البي اتش بنطقه يا مستر بنطقه ف زي حرف الاف بالظبط البي اتش بنطقه ف زي كلمه اليفانت 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 زي كلمه فون فون فون, فون. يبقى البي اتش بنطقه ايه ف ف زي ليدر ف اف تمام فون اليفانت الحرف اللي بعد كده معانا حرف الجي اتش الجي اتش بنطقه ف كمان تمام ف الجي اتش بنطقه ف يبقى البي اتش ف والجي اتش زي كلمة كف كف يعني كحة كف 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 هنا الجي اتش منطقه. ف زي كلمة لاف 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 يعني يضحك لاف لف لف يضحك مش وبتعمل هوموفون مع كلمة لف اللي هي الحب تمام لف يبقى البي الجي اتش بنطقها ف ف زي كلمة لف أو كلمة كف الحرف اللي بعد كده معانا الحروف التركيبة دي يا جماعة الـ إي -E i جي اتش الـ إي إي جي اتش دي بنطقها إيه؟ بنطقها لونج إي الـ إي -E جي اتش بنطقها لونج إي زي كلمة إيت إيت الأربع حروف دول بنطقهم حرف واحد الـ إي جي اتش بنطقهم إي لونج إيت إيت كمان كلمة ويت 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 ايه كمان يا مستر الحروف دي يا جماعه ال او يو جي اتش ال او يو جي اتش بنطقهم لونج او ال او يو جي اتش بنطقهم لونج او زي كلمه ذو ذو الكلمه كلها فولكس التي إتش ذا والاو يو جي اتش او يبقى ذو 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 كمان كلمه أولذو أول أولذو كمان من الحروف المركبه المهمه معانا الاي جي اتش عائله الجي اتش اي اي جي اتش والاو يو جي اتش والاي جي اتش الاي جي اتش بنطقهم ايه لونج اي بس بنطق الاي باسمه ما بنطقش الجي اتش كل التركيبه دي على بعضها بنطقهم اي اه يبقى الاي جي اتش بنطقهم اي زي كلمه تايت تايت يعني ضيق تايت my shirt is tight tight زي كلمة رايت 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 زي كلمة فايت فايت يعني قتال أو يقاتل يبقى الأي جي اتش حرف مركب على بعضه بيتعمل لي لونج أي الحرف اللي معانا بعد كده يا جماعة صوت حرف الأو دبليو الأو دبليو بيعمل لي صوت أو 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 زي كلمة فلاو فلاور زي كلمة دو داون زي كلمة وين ون كلاون كمان نفس الصوت بيجي من الأو يو نفس الصوت بيجيلي من الأو يو زي كلمة هاوس هاوس زي كلمة ماوث ماوث فم زي كلمة ماوس فأر تمام يبقى دي أغلب الحروف الشائعة اللي بنطقها حروف مزدوجة اس اتش سي اتش جي اتش بي اتش تي اتش الأو يو جي اتش والاي اي جي اتش والاي جي اتش والاو دبليو والاو يو كمان في حرف مهم جدا حرفين مركبين الاو اي الاو اي مع بعض بيعمل صوت اوي اوي زي كلمه اويل 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 كمان الاو ال واي بيعمل صوت الاوي حرف الاو مع الواي بيعمل صوت الاوي اوي زي كلمه توي 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 زي كلمة بوي 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 يبقى دي أهم الحروف المركبة اللي مشهورة في الإنجليش تمام في حاجات تانية كتير جدا بس دي أشهرها هنتكلم على الباقي تاني إن شاء الله زي السي أي اي والتي أي أو هنعملهم في فيديو تاني لوحده إن شاء الله عشان نكمل وعشان السلسلة تكمل وعشان نقول النص التاني من الحروف المركبة ما تنسوش لايك وشير عشان نكمل ولو في حاجة مش واضحة اكتبها تحت في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته